السلام عليكم. هذه أنواع نباتات كلها تنتمي إلى جنس واحد، هو جنس الإيفوربيا. كما ذكرت في فيديو سابق عن نبات إيفوربيا الحليب، هذا النبات ترونه في الخلف، هذا الذي يسمى بإيفوربيا الحليب، ومنهم من يسميه بصبار الجوافة لأن أوراقه تشبه الجوافة، ويكبر كشجرة الجوافة. إذا غرس في الأرض يكبر إلى ارتفاع 8 أمتار أو أقل. هذا النوع يصبح شجري في إذا وجد في التربة، ويكون بحجم صغير لا يتجاوز 3 أمتار أو مترين أو أقل إذا غرس في أصص بأحجام مختلفة. هذا الإيفوربيا أمبيلاتا، وهذه أنواع من إيفوربيا التي تسمى بفربيون شوكة المسيح، وهي أنواع من جنس إيفوربيا أيضا. هذين النوعين معروف، هذا النبات مشتهر بأزهاره الرائعة. هذا له أزهار بيضاء وهذا له أزهار حمراء، وهناك من أزهاره صفراء وأزهار وردية. هذا فربيون شوكة المسيح، وهو نوع من أنواع الإيفوربيا، يسمى أيضا بالإيفوربيا ميري. هذا النوع الجميل له أشواك حادة، طبعا سيقانه بها أشواك. طبعا هذه النباتات كما قلت تشترك في جنس يسمى جنس الإيفوربيا، وهم من عائلة تسمى العائلة الإيفوربية أو اللبنية، نتيجة وجود عصارة تشبه اللبن أو الحليب في هذه النباتات. إذا قطعنا سيقان هذه النباتات نجد مادة حليبية، وجميع النباتات التي تنتمي إلى هذه العائلة اللبنية ومنهم جنس الإيفوربيا لهم هذه العصارة الحليبية. طبعا العصارة سامة، هذه العصارة، وهناك أنواع تستعمل عصارتهم في التداوي، عصارة كعلاج للعلاج. طبعا بحذر، تستعمل بحذر هذه المادة. بالنسبة لهذه النباتات، هذه المادة تعتبر سامة، ويحذر من ملامستها خصوصا للعينين وخصوصا الأطفال. يمنع أن نتركهم أمام هذه النباتات أو يلمسوا تلك النباتات أو يقطع منها أجزاء، لأن بمجرد أن تقطع تخرج العصارة خصوصا من السيقان، وكذلك عند قطع الأوراق ونزع الأوراق أيضا تخرج هذه العصارة. كما قلت هذه النباتات لها مادة عصارية أو عصارة لبنية مثل الحليب، لذلك تسمى بهذه النبتة الكبيرة تسمى بإيفوربيا الحليب. أما هذه النبتة هو الأخرى فهي نباتات معروفة مشتهرة باسم فربيون شوكة المسيح أو الإيفوربيا، أيضا اسم الشائع، أيضا تسمى حسب الاسم الأول من اسمها العلمي هي الإيفوربيا. إذن كلهم من جنس الإيفوربيا. هذا الجنس يشتهر بكون نباتاته تحتوي على عصارة تشبه الحليب، وطبعا نحذر من هذه العصارة التي تحتوي على مواد سمية. هذه النباتات مثل العصريات تتحمل الظروف أو ظروف تغيرات المناخية، تتحمل الحرارة والجفاف وطبعا البرودة، وتتحمل جميع الأمراض. نباتات مقاومة، تحصل لها بعض التعفنات فقط بسبب الري الزائد، أما الأمراض الأخرى معظمها نباتات مقاومة لا تحدث لها الأمراض المعروفة بين النباتات الأخرى، عدا كما قلت التعفنات كالحشرات مثلا كإصابة الحشرية والبكتيريا، عدا التعفنات التي تحصل فقط في سيقانها هنا أو عند غرسها كعقل صغيرة، تحدث لها تعفنات نتيجة الري الزائد.
نحرص أن نعطيها الري فقط إذا رأينا جفاف سطح التربة. طبعا ندخل إصبعنا هكذا في التربة، وإذا وجدناها جافة نعطيها ري. طبعا الري يكون معتدل ومنتظم في أوقات محددة وبكمية محددة حسب حجم النبتة وحجم الإناء. طبعا هذه عقل لها عمر تقريبا 9 أشهر. انظروا كيف أصبحت ما شاء الله. هذا لنوع أزهاره بيضاء، وهذا نوع أزهاره حمراء. طبعا هذه العقل ستنمو بشكل أكبر وستصل إلى ارتفاع شجيري. هذه شوكة المسيح. طبعا هذه النبتة الجميلة لها أزهار رائعة جدا، تزهر في الربيع وفي الصيف أيضا، ويمكن أن نأخذ منها عقل في جميع الفصول. عدس شتاء نقوم بالتعقيل أو أخذ عقل الإكثار في الربيع وفي الصيف وأيضا في الخريف، نبات مقاوم. طبعا أخذ العقلة نقطع باستعمال طبعا قفازات وجود الأشواك عفوا، ونستعمل كما قلت القفاز، ونقطع ونترك العصارة أو المادة اللبنية هذه أن تجف قليلا بضع أو ساعات، ثم نقوم بغرس العقل فيها في تربة مخلوطة براقل من الرمل والطين. والإكثار سهل جدا، يمكن أكثرها كما قلت في جميع أشهر السنة عدا الشتاء، الصيف والخريف والربيع. طبعا هذه الإيفوربيا أو شوكة المسيح، نبتة جميلة اشتهرت بجمال أزهارها، تزهر مدة طويلة طيلة الربيع وطيلة الصيف، تعطي أزهار رائعة. كما قلت التسميد يمكن نعمل لها سماد ككل النباتات، سماد لنباتات الزينة، سماد الأمبيكي المتوازن. طبعا في أوقات خصوصا في أوقات النموها الخضري كالربيع، حتى نتمكن من الحصول على نمو كبير ما شاء الله وعلى أزهار رائعة في الربيع والصيف. ونقوم بالإكثار كما قلت بكل سهولة، نقطع من فروعها عقل، ويمكن أيضا أن نكسرها بالبذور. وأشهر طريقة هي أخذ عقل أفضل، لأننا نحصل على نبات سريع بسهولة وتنمو لنا بدون أن نستعمل أي هرمون تجدير، لأن النبات ما شاء الله نبات سهل ومقاوم سهل الإكثار. هذا هو إيفوربيا أو شوكة المسيح. كما قلت تشترك في جنس يسمى جنس الإيفوربيا. هذا الجنس يتميز بوجود عصارة تشبه الحليب في نباتات.